قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه لحظات حاسمة تعيشها هذه الأمة، لحظات اضطراب وتنافس غير شريف وإرادات متصارعة من بعض القوى التي يصدق فيهم قول الله عز وجل يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله والأمر كما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه لحظات ابتلاء وتمحيص توشك أن تنتهي إن شاء الله تعالى على خير، ونحن في طمأنينة وثقة بوعد ربنا سبحانه وتعالى. هذا التغيير الذي شهدناه في هذه الأشهر القليلة الماضية شيء أحدثه الله سبحانه وتعالى وابتدأه، وما ابتدأه الله عز وجل فهو يتمه إن شاء الله تعالى. لم يكن لهذه الثورة فضل لأحد من الناس، وإنما هذا فضل الله عز وجل. زوال الطواغيت وذهاب دولتهم وانكسار شوكتهم وإذلالهم من بعد عز وسلب الملك منهم، وأن يرث هذا الملك قوم آخرون، هذه كلها صناعة ربانية، كأن الله عز وجل أراد ذلك. الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لكن هذه الفتن وهذا الابتلاء شيء من التمحيص حتى يعود الناس إلى شكر نعمة الله عز وجل، حتى يستخرج الله عز وجل من قلوبنا عبودية التضرع وإنزال الحاجة بالله والدعاء واليقين بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا واجب الوقت، إنزال الحاجة بالله والدعاء، أن يصرف الله عز وجل السوء عن هذه البلاد، وأن يمكن لدينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يحول بينهم وبين ما يشتهون من الصد عن سبيل الله وتغيير شريعته وعادات أوليائه. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يعيننا على مراجعة ديننا وتجديد إيماننا ومعالجة توبتنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر الزلة وأن يقيل العسرة وأن يلم الشعث، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ليس ببعيد مما نحن فيه أن نواصل الدرس والبحث والطلب، وأن نعبد الله عز وجل بمقتضى هذا العلم، وأن ندعو الناس إلى هذا المنهج الذي هدانا الله تعالى إليه. ومن المهم أن نحرص على دعوة الناس، فإن من مساوئ هذه الأحداث أن شقت السفينة نصفين وصار هناك إسلاميون وغيرهم، مع أن هؤلاء جميعا ينتسبون إلى الإسلام، وهذا ليس مكسبا لنا بل هي خسارة. صحيح أننا لم نشأ ذلك ولم نسعى إليه، وأن الذي صنعها هم هؤلاء الأوباش، ويعني هؤلاء الرويبضة بتسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
وينطق فيه الرويبضة، هذا زمانه ينطق الرويبضة. هؤلاء جعلوا الناس يعني منقسمين إلى قسمين، وما كان لهم أن ينقسموا، يجب أن نكون جميعا إسلاميين، وأن نكون جميعا إخوانا، وأن نكون جميعا سلفيين، وأن نكون جميعا أهل استقامة وأهل يعني مشروع إسلامي. هذه من أكبر الخسائر التي قد تحتاج إلى وقت حتى تعالج. نحن بحاجة إلى جميع الناس، لأننا يعني نحمل لهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبموت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل رسالته غير أصحابه وأتباعه ممن هم على دينه، ومن ثم يعني سيستغرق الأمر وقتا، وسنحتاج إلى مزيد من الجهد خصوصا في معاملاتنا وسعة صدرنا وتحملنا للناس، وإن أزونا وإن أساءوا بنا الظن والقول والفعل أحيانا، يجب أن نصبر حتى يعني تعود هذه الفئام الكثيرة إلى يعني حظيرة الحق وإلى المنهج اللاحب الواسع الذي سار فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا يحتاج إلى جهد، وهذه أمانة، وهذه رسالة، وهذه مسؤولية. الله تعالى قد حملناها جميعا فردا فردا، كبيرا وصغيرا، رجلا وامرأة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه الأمانات.